في العدو قلنا محافظات مشغولة بس هم كلهم الرجال بيجيلهم قاتلوا اصحاب الحوالات. ايوه الحوالات. ايوه انا اصحى يجن اصحى يا صدع. يا اخي الله يرضى عليك يا اخي. افتح لنا بس انا اقول لك لا 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 انا جيت الاول. يا من احد الاول احنا من جيت الاول. يا علم الله لو ما تنظموا ما مش ولا اي حواله. دعوا اللي معه حواله من ايران يجي هنا. انا اتكلم عربي. اللي معه حوالة من إيران جهانا. طيب اللي معه حوالة من السعودية جهانا. هذا قلت عدوان. عدوان سعودي. عدوان سعودي هذا بتجيب وتستلم من العدوان. السعودية اللي تقول عليها عدوان بتصرف عليكم وعلى أسركم. بتصرف على كم من أسرة عشرات السنين. والسعودية بتدعمنا بكل ما تجود به. بتفتح لنا المدارس والكليات والمستشفيات. عمرها ما وقفت يوم من الأيام إلا معانا في الكوارث في النوازل في المصايب في الزلازل. والسعودية أول دولة توقف. حتى الشوارع كل شيء من عند السعودية. ولم يقولوا لعدوان سعودي. هذه دولة جارة شقيقة أرض الحرمين. مسين نحج ونعتبر واليوم نحول عدوانا لها. أنتم ناس ما تستحوا وناس ما تفكروا. هذه السعودية. السعودية اللي دائما توقف معانا مش إيران. إيران اللي عمره لما شفنا منها خير إلا في خراب البلد. واليوم تقولي عدوان سعودي. حتى واليوم وبعد الحرب ما زال مركز الملك سلمان بيدعم حتى لا داخل صعدة. ولكن ولا تفهموا والله.